طيب خلينا نروح لموضوع آخر وهو دعم الدولة للعمالة غير المنتظمة. النهاردة دكتور محمد عمعيت وزير المالية بدأ تحويل مليار جنيه أو أعلن بدء تحويل مليار جنيه لسداد الدفعة الثالثة من المرحلة الثانية لصرف المنحة الاستثنائية بتقدر ب 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة. بكده يكون تم تحويل أكثر من 5.3 مليار جنيه في هذا الشأن. إلى أي مدى ده بيسهم يا أستاذ عبد الحليم في تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات اللي هي أكثر تضررا من تداعيات أزمة كورونا؟ طبعا يعني هذا يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل فئة واسعة النطاق، لأنه فكرة العمالة غير المنتظمة كما أشرت من قبل مع الأوضاع العشوائية في سوق العمل المصري هي فكرة واسعة جدا، يعني تضم تحت جناحها ملايين الناس. أن نصل الإعانات الخمس إلى الآن مع الإعانة الجديدة إلى 5 مرات هذا أمر طيب، لكن كمان يلفت نظرنا لفكرة ضرورة توفير قاعدة بيانات شاملة للدولة، خاصة مع التحول الذي نسمع عنه ليل نهار إلى رقمنة البلد ورقمنة مصالحها وبياناتها. أيضا هناك بالجوار العمالة غير المنتظمة العمالة الأكثر تضررا، يعني في قطاع السياحة على سبيل المثال صرفت دفعة جديدة شملت كما تقول البيانات الرسمية 127 ألف عامل في آلاف المنشآت السياحية، ومعروف طبعا أن السياحة كانت واحدة من القطاعات التي تضررت بشدة من أوضاع جائحة كورونا. طبعا هذا الضرر شامل للعالم كله وبما فيه مصر. يعني طبعا أهمية الحفاظ على من نالوا فرصة عمل في أعمالهم مسألة مهمة جدا، وهي واحدة من الأعباء التي حاولت الحكومة المصرية النهوض بها. فالفكرة أساسية في فكرة الحماية الاجتماعية الأوسع. يعني طبعا مع تراجع نتمنى أن يكون مضطردا في أعداد الإصابات أو أعداد الوفيات أو حتى بالتلقيح والتحصين الشامل الذي أشار إليه الرئيس أيضا من خلال كوفاكس وغيرها، أنا أظن أننا نحتاج على صعيد يعني البلد إلى نوع من النقاهة، وأنه أن نراجع أوضاعنا جميعا بعد هذه النقاهة، لأنه ليس فقط الجائحة أثبتت أهمية التركيز على القطاعات الإنتاجية وتقليل الاعتماد، لا أقول تقليل التركيز، على الاقتصادات الريعية كالسياحة أو غيرها، لكن أيضا مع أهمية إيلاء عناية بالقطاعات الإنتاجية وبناء اقتصاد يمتاز بإنتاجية أوفر وبعدالة توزيع أوضح، هناك أيضا فرص فيما أتصور لتحسن السياحة في مصر ربما بصورة قد تسبق غيرها من المواطن السياحية على خرائط العالم، وقد يعني استبشر الكثيرون خيرا بعودة الرحلات الروسية إلى شرم الشيخ. طيب أستاذ عبد الحليم، تم صرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة في مقدمتها السياحة والغزل والنسيج، لأي مدى القطاعات دي تحديدا تأثرت بجائحة كورونا؟ يعني طبعا السياحة تأثرت بجائحة كورونا لأنه حصل تدهور في طبعا أعداد السائحين وفي حركة السفر في العالم وإلى آخره. لكن الحقيقة ليس مفهوما في العالم كله بالزبط. طبعا لكن ليس مفهوما بذات القدر مشكلة عمال الغزل والنسيج. أعتقد أنه هي مشكلة تتعلق بطريقة إدارة المصانع أكثر منها مشكلة تتعلق بجائحة كورونا. يعني نحن نحتاج إلى وعي جديد يا إخوانا في أنه بلد بدون صناعة وصناعة متطورة لا يعد بلدا متقدما بأي معيار، وأن تتقدم فكرة الصناعة والإنتاج على فكرة البورصة والمضاربة والميل للتصفيات. لا أريد أن أزيد، فالأمر يعني مفهوم في يعني تشريد حتى عمالة كانت تجد فرص عمل كما حدث في عديد من المصانع ليس فقط في الحديد والصلب بل ممتد الأمر للدلتا
للأسمدة وغيرها يعني. نحن نحتاج إلى أن ينتج الناس ويتلقوا مقابل إنتاجهم ما يليق من مرتبات. يعني فكرة الإعانة يجب أنها يعني ننتهي منها إلى فكرة الحق وإقرار الحق والتوسع في الإنتاجية في كافة مراحل الصناعة من الصناعات الصغيرة إلى الصناعات الكبرى كألواح الصلب المخصوص أو صناعة المحركات كالسيارات وغيرها. لكن الفكرة الأساسية أنه مفهوم أن تتأثر السياحة، لكن فكرة تأثر قطاع الغزل والنسيج واحدة من التحديات والأمراض والمشكلات ذات الطابع المختلف في التكوين المصري الراهن.